مدني وحقوق الإنسان فيجب ينتهي الفضاء. والآن السيد رامي صالحي ممثل شبكة المتوسطية لحقوق الإنسان فليتفضل. La couleur, malheureusement, c'est la discrimination la pire, selon moi. Et من تنامي التوجه ورغبة سياسية في التضييق على الحقوق والحريات، وذلك من خلال تعمد الإدارة التونسية وأساسا الكتاب العام للحكومة وأحداث والتحجج في موضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافية عليها، كما لاحظنا وقد ترجمت للأسف هذه الحملة في أسوأ وضعيتها مؤخرا من خلال تخصيص البرامج. في كل شيء نعيشوا فيه معناتها احنا اليوم حابين نكونوا موجودين باش ناكدوا انه في تونس بعد الثوره لا مجال للتمييز العنصري في تونس بعد الثوره. تونس اللي عملت دستور ما يكرس حقوق الانسان والعداله بين كل التونسيين والتونسيات، فلا مجال اليوم انه باش يكون التمييز العنصري موجود في تونس. يجب العمل على تغيير العقليات، لانه النظره قولوها بكل صراحه لي معناها ما زالت سلبية في جانب المجتمع التونسي، ويزم تتغير، وذاك يزم نخدم على التعليم والتكوين باش نغيروا النظرة هذه اللي هي غالطة، وكذلك العمل على التشريعات لتجريم كل ما هو معناها تمييز عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو ضيوف تونس اللي تعرضوا له في تونس الأسبوع الفارض غير مقبول. والحكومة كما قلت ستتخذ الإجراءات اللازمة في مستوى التشريعي لمعناها اقتراح ترسانة تشريعية تمكن من مكافحة التمييز العنصري، وهذا اليوم غير مقبول مرة أخرى في تونس.